مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من وإلى. حلقتنا النهاردة مهمة جدا ويمكن غريبة، ويمكن كمان ما فيش برامج كتير بتتكلم عنها، لكن من أهميتها كان لازم نفتح الموضوع ده، هو شركات الأمن والحراسة في مصر. شركات الأمن والحراسة في مصر عايزين نعرف دورها، هل دورها مهم في تأمين المؤسسات والشركات الخاصة وكمان تأمين الشخصيات العامة والمشهورة أو المهمة والمشهورة، لكن بتختلف من شركة لشركة. في نفس الوقت رجال الأمن بالشركات هم على قدر عالي من الكفاءة ولا لأ؟ سؤال حلقتنا النهاردة، هل هناك شركات أمن وحراسة على قدر عالي من الكفاءة في مصر؟ علشان كده منورنا النهاردة في الاستوديو سيادة اللواء أحمد كمال، سيادة اللواء مدير عام شركة جولدن ليون. ازي حضرتك؟ ازيك كابتن حسين؟ مع كابتن حسين كمان مدير عام الحراسات الخاص. ابدا سياده اللواء، سياده اللواء عايزين نعرف بقى الشركه وادارتها ونشاطاتها مع الشركات الثانيه، عايزين نتعرف عن الشركه عشان نعرف المشاهدين ايه هي شركه جولدن لاين. تمام، هو باختصار شديد شركه جولدن لاين هي احدى شركات الامن والحراسه اللي من شركات كتير موجوده في مصر. تمام. بينوط لها ادوار كتيره ومتعدده، أهمها طبعا الأماكن اللي هي ليها حساسية معينة زي القرى السياحية، الفنادق، البنوك، اللي هي المصارف بصفة عامة. تمام. والشركة زيها برضو زي بقية الشركات بتقوم بتأمين الأماكن ديت على حراستها. طيب. بتنقي طبعا عناصر من أكفأ العناصر اللي ممكن تتواجد، لأن دي استراتيجية الشركة في اختيار العنصر البشري للقيام بمهام التأمين. ده بالإضافة إن بتبقى فيه متابعات مستمرة من الشركة بمعرفة مدير عمليات الشركة ومدير عام الشركة وأحيانا رئيس مجلس إدارة الشركة نفسه. تمام. السيد المستشار محمد فتحي باعتبار إن هو المسؤول الأول في التعاقدات والتأمينات نفسها يعني. تمام. ده الموضوع باختصار، ان احنا مش بس بننزل فرد الامن او زي ما بيقولوا ضابط الامن على المنشاه وكده، لا بتبقى له برضه متابعه وخطوط سير ومرور اشرافي عليه من وقت للتاني، بحيث ان احنا برضه بنتاكد من اليقظه بتاعته اثناء خدمته. بنتاكد برضه عن رضا العميل عن فرد الامن. تمام. ان هو قايم بواجباته، وفي نفس الوقت لو في اي ملحوظه او اي حاجه بنحاول ان احنا برضو بنتلافاها اول باول، بحيث ما يتبقاش في اي مشاكل مستقبليه بتحصل بالنسبه للشركه مع اي جهه من الجهات. تمام سياده اللواء. خلينا برضو نكلم الكابتن حسين. كابتن حسين، في مجال عملك في التامين عايزين نعرف برضو الخدمات اللي بتقدمها في تامين الشخصيات المهمه او المنشات، او ازاي بيتم التامين. احنا عندنا في الشركه تامين الشخصيات الهامه رجال الاعمال وما شابه ذلك. تمام. تمام. وعندنا تأمين المنشآت. تمام. طبعا بالنسبه لرجال الاعمال لما حد بيطلب الاستعانه بينا، تمام، احنا عندنا افراد مدربه على اعلى مستوى من الكفاءه. تمام. لياقه بدنيه، العاب قتاليه، كل شيء. تمام. تمام. بناخد خط سير العميل وتحركاته. معاك. تمام. وبين الاماكن اللي بيتردد عليها، ده بالنسبه للاشخاص. بالنسبه للاماكن، تمام، بنشوف ايه حجم الخطوره اللي على المكان. تمام. بنختار العدد المناسب. تمام. وبنظام شيفتنج بين الافراد الامن الخاصه. تمام. سياده اللواء بقى، بما ان حضرتك ده خبرتك او من مجال خبرتك، ازاي بيتم اختيار العناصر او رجال الامن اللي بيشتغلوا في الشركه عشان يقدروا يبقى على قدر عالي من الكفاءه في تامين الشخصيات او المنشات؟ او ايه المواصفات اللي حضرتك بتختارها في رجل الامن ده؟ هو طبعا بالنسبه لاختيار عنصر الامن ده مهم جدا. ليه؟ لأن العنصر البشري ده مهم قوي في منظومة الأمن نفسها. الشركة بتبقى حاطة استراتيجية معينة للناس اللي بيتم اختيارها، بداية للتسهيل. احنا برضو بنحاول يكون الناس اللي عندنا بيكون لهم سابقة العمل في مجال الجيش أو الشرطة، بيكون أنهى أو خلص فترة التدريب بتاعته. وإن ما كانش كده، في إدارة مخصوصة للتدريب الناس ديت على الالتزام والانتظام، لان هو في النهايه هو واجهه للشركه قبل ما يكون واجهه لنفسه هو. تمام. في نفس الوقت بندي له التعليمات اللي بنقول عليها بقى التعليمات المستديمه بالمهام بتاعته اللي هو بيقوم بيها وواجباته، وبيبقى عارف نظام المكان اللي هو رايحه،
لازم ياخد فكره كويسه عنه وعن نشاط المكان اللي هو رايح يامنه. تمام. وفي نفس الوقت عنده تعليمات برضو ان في لو في اي اخطار من اي نوع قبل ما يتصرف فيها او في حلها بيراجع برضو اداره الشركه على اساس تشاركه المسؤوليه اذا كان في اي خطر ممكن يهدده. تمام. فاحنا بنختار عناصر جيده وفي نفس الوقت بيتم الكشف عليهم بقى جنائيا عن طريق الفيش والتشبيه وحاجات كتيره يعني من هذا القبيل. طيب حضرتك لو هو مش خريج او لو هو مش ممكن ما كانش منتمي المؤسسة العسكريه من قبل، ازاي بيتم تدريب العناصر اللي هي مستجده او ازاي بيتم اختيارها؟ اولا بنبص برضو للقوام العام للشخص نفسه كنظام يعني هيئه زي بالظبط كشف الهيئه, بالظبط بالنسبه للكليات العسكريه. تمام. احنا بنبص على القوام بتاعه. لازم يكون في تناسق ما بين مثلا الطول والعرض والوزن. تمام. والكلام ده كله بالاضافه برضو للمظهر العام ده مبدئيا. في نفس الوقت بيبقى في ناس مخصصه بتديهم زي دورات تدريبيه تثقيفيه تعرفوا المهام بتاعته اللي هو المسنوده ليه من حيث التامين، وفي نفس الوقت بنوعيه احنا باستمرار من وقت للتاني برضو في صوره دورات تدريبيه وحاجات زي كده بحيث يبقى هو مستمر في اي تطوير بيحصل يبقى هو متابع له. وكمان بنختاره على يعني في حاجات كتيره قوي بتدخل في موضوع التقييم، يعني ثقافته ما يبقاش نبقى ملم حتى بالاحداث المعاصره اللي بتكون دايره في 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 البلد او حاجه زي كده، ما يبقاش يعني ايه حاجه غايبه عنه. تمام. بحيث هو واقف في مكان المنشاه او المكان اللي هو بيحرسه بيبقى مدرك هل التوقيت دوت ممكن تحصل تداعيات امنيه معينه، يبقى في ذهنه هذا الكلام ما يبقاش برضو مجرد صوره حلوه جميله واقفه بتامن وخلاص، لا يبقى هو برضو واقف صوره جميله وفي نفس الوقت شكله يدي الهيبه كفرد امن واقف في المكان. تمام. وفي نفس الوقت يبقى في ذهنه او في ذاكرته ايه اللي ممكن يحصل من احداث، ما يبقاش واقف تايه بالبلدي كده يعني. تمام. بس هو بناء عليه بيتم الاختيار على هذا الاساس. سيادة اللواء احمد، كمان من باب خبرتك عايزين نعرف ايه ابرز المشاكل اللي بتواجه شركات الامن في مصر من وجهه نظر حضرتك؟ والله المشاكل مش كتير، ولكن يعني هنقول مثلا احيانا انت ممكن تحسن اختيار احد الافراد يعني في المهنه ديت ولأي سبب إن كان بمرور الوقت تكتشف إن هو مش أهل للمهمة، بتبتدي تطلع منه برضو إيه بعض مشاكل في مكان خدمته نفسها. طبعا إحنا عن طريق المشرف العام وعن طريق مدير العمليات اللي هو بينزل يمر عليه من وقت للتاني بنقدر نستكشف ده مبكرا جدا بدري قوي. تمام. قبل ما المشكلة تكبر أو يعني تستفحل أو أو أو, أو توصل إلى حد معين بنسرع لحلها. هي المشكلة بتبقى ممكن يكون فرد عنده ظروف معينة هو ما أعلنش عنها أو إحنا ما نعرفهاش، يسبب لنفسه هو الأول مشكلة وبالتالي بيسبب للشركة مشكلة، لكن مشاكل من نوع تاني ما فيش مشاكل. تمام. طيب عايز برضو ناقش حضرتك وعايز أعرف إيه هي مميزات شركة جولدن لايون اللي بتميزها عن أي شركة تانية أو شركة أمن تانية في مصر؟ جولد لاين هي كإحدى شركات الأمن الموجودة في مصر يعني إحنا بنختار العناصر الجيدة في بداية الأمر. تمام. تمام. وفي نفس الوقت هي إحنا بنلتزم بكل بنود التعاقد بيننا وبين العميل في تحت أي ظروف. في نفس الوقت إحنا نقدر نقول عن نفسنا عايز اقول لك في تسهيلات جامده قوي 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 في اجراءات التعاقد، مش بنعقد اي حاجه. تمام. تمام. برضو احنا كشركه يهمنا الانتشار، الانتشار ده بيفيد الشركه في السي في بتاعها. تمام. كمواقع كخدمات حاجات كتيره قوي، فاحنا مش عايز اقول لك يعني ده يعني اللي بيميزنا، لا احنا الشركه نفسها القوام بتاعها يعني هي ترتقي لحد المؤسسه، لان احنا عندنا حوالي يمكن 25 اداره في الشركه، كل اداره يمكن بتضم اكتر من 5-6 موظفين، يعني بالظبط تقدر تقول عليها مؤسسه وليست شركه. مؤسسه كبيره.
وفي نفس الوقت الكل بيعمل بيقول يعني زي ما بيقولوا في نسيج عمل واحد يعني او تيم وورك واحد. تمام. كل ده طبعا بيبقى تحت برضو ايه قياده وتوجيهات السيد المستشار اللي هو رئيس مجلس الاداره. وبرضو احنا مع بعض كلنا بنكمل بعض في الشركه من اصغر حد لاكبر حد، لو في اي مشكله ولا اي حاجه كله بيبادر وبيسارع ان هو يحلها وما بيبقاش في حاجه. ده اللي يمكن بيميزنا عن غيرنا في التعامل حتى مع الافراد نفسهم. بيحب ان هو يتعامل مع الشركه غير اي شركه تانية للمميزات برضو بتاعت الشركه، لان الشركه برضو بتشمل الناس ديت بالرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه ومتابعه ليهم، ولو في اي حد عنده اي مشكله في اي حاجه بعيدا حتى عن الشغل نفسه في ناس بتبقى موجوده مخصوصه للكلام ده بتحل لهم مشاكلهم. والحمد لله ده يمكن اللي بيميز شركه جولد ليون عن اي حاجه عن اي شركه تانية من الشركات سواء اللي موجوده في مصر او في الاقطار عامه. تمام. يعني انا برضو عايز اسال سؤال مهم يمكن دلوقتي بيشغل المشاهد. هل افراد الامن اللي شغالين داخل الشركه هل بيتم فحصهم امني او بيتم فحص امني اليوم على مدار خدمتهم معاكم في الشركه، ولا هي في البدايه بس؟ لا لا لا، هو طبعا شوف، هو طبعا بدايه بيتم فحصه جنائيا اللي هو الفيش الجنائي ده من ضمن الاوراق او المستندات اللي هو بيتقدم بيها. ومع ذلك احنا طبعا ما بنكتفيش بالكلام دوت، بدايه فرد الامن بيتم متابعته. تمام. من قبل الشركه طبعا ومن كذا حد، يعني مش من شخص معين يعني في الشركه. وفي نفس الوقت احنا بنعمل عمليه تدوير للافراد ديت، يعني انا لو عندي فرد امن شغال في موقع معين هي اقصى مده له من 6 شهور يمكن لثمان شهور، ما بيكملش السنه، وبنقله في مكان تاني في شركة تانية أو موقع تاني بحيث إيه ما يبقاش في ألفة بينه قوي وبين الناس اللي هم بيحتك بيهم أو بيتعامل معهم أو المترددين على المكان ده، كناحية تأمينية عشان أوفر على نفسي برضو أي مشكلة. وفي نفس الوقت أنا بديله حتة إيه بقى، يعني إيه إن هو يشعر بالتجديد، ما هو ممكن برضو لو قعد في مكان مدة طويلة سنة أو أكتر من سنة خلاص اعتاد على المكان. بالظبط بيعتاد على المكان، بيجي له نوع من الملل من الارتخاء اثناء العمل الكلام ده. لا انا برضو ما بنقله من هنا لهنا لهنا، اولا بقطع حته ان هو يعني تكون في اي صداقات من اي نوع، دي حاجه امنيه يعني. تمام. وفي نفس الوقت انا بجدد فيه بقى حته النشاط والحيويه في ان هو برضو ايه يشوف مكان تاني وتالت ورابع. خد بالك عايز اقول لك على حاجه، النقل من مكان شغله في حتة معينة لمكان تاني هو نفسه بيستفيد بيستفيد خبرات كمكان، ما هو برضو أصل التأمين بيختلف من مكان لمكان، مش كل مكان هو نفس أصل مش اسطمبة يعني. تمام. ولكن كل مكان بعد بتعمل الدراسة بتاعته الدراسة التأمينية بتاعته والخطة الأمنية وكده كل حاجة وليها التأمين الخاص بيها. فهو بالنسبة له هو بيستفيد، وأيضا الشركة بتستفيد، لان احنا في النهايه بيهمنا سمعه الشركه ورضا العميل في نفس الوقت. تمام. حضرتك فندم معانا المستشار محمد فتحي رئيس مجلس اداره شركه جولدن لايون. نورنا يا استاذ المستشار. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سياده المستشار؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ منورنا والله في البرنامج يا فندم. بنورك يا فندم، تسلم لي. طيب حضرتك بقى عايز اعرف من حضرتك بشكل شخصي، بما انك انت مؤسس الشركه، في سؤال بيدور وهو سؤال حلقتنا عموما، ايه هو مميزات الشركه اللي بتميزك عن اي شركه امن في مصر؟ بص يا فندم، بالنسبه للمميزات بتاعت الشركه ان احنا بندرب الفرد على الفنون القتاليه، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، الشركه المظهر بتاعها العام بيدل ان الشركه الافراد بتاعتها مميزين. تمام. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، بالنسبة لأفراد الأمن الموجودة بيبقى في اختيار في عناية مظبوطة، يعني الأفراد نفسها بنختارها بعناية، مش أي فرد بيجي لنا. تمام. ده رقم اتنين. رقم اتنين، الشركة على أعلى مستوى جدا من التدريب للأفراد، الأفراد مميزين جدا طبعا بعناية اللواء أحمد كمال مدير عام الشركة، وكابتن حسين مدير الحراسات، والرائد محمد عثمان اللي ماسك التقنيات العمليات،
والحمد لله احنا في توسع اكتر واكتر واكتر. تمام، نورتنا سيادة المستشار. بس برضه عايزين نعرف حضرتك ايه يعني ايه رأيك في الشركات الامن في مصر؟ هل هي على قدر عالي من الكفاءة والتأمين؟ كل شركة عامة ليها مواصفاتها، ليها مميزاتها. الشركات التانية ليها مثلا سيستم معين ماشي عليه، كل شركة ليها سيستم. بس الشركات التانية كل شركة بتختلف افراد الامن عندها، بتختلف في اليونيفورم بتاع الشركة نفسه. لكن شركات الامن كلها مميزاتها تمام، بس هي بتختلف في نقط اليونيفورم، الفرد مدرب على الفنون القتاليه او لا، او مدرب على تامين المنشات. تفرق بين شركه لشركه تامين المنشات، لان في افراد او في اماكن بينزلوا فيها الافراد ما بيعرفوش يامنوا المنشاه، فبالتالي بيتم فسخ التعاقد فيها. وفي افراد بتبقى نازله وفاهمه يعني ايه تامين المنشات، ففي الحاله دي اللي بيتم ان الموقع بيفضل في تامين شامل. تمام. طيب سياده المستشار، هل الشركه لها فروع خارج يعني خارج القاهره على مستوى الجمهوريه؟ هل الشركه لها فروع على مستوى الجمهوريه؟ لا لا لا، ما فيش عندنا اي فروع خالص لينا. الفرع الرئيسي معروف مكانه ومتداول في على الفيسبوك، ايميل، السوشيال ميديا، كل حاجه، لكن ليس لنا اي فروع اخرى. في شركات ممكن تبقى مشابهه باسم شركه جولدن، لا احنا جولدن ليون للامن والحراسه وخدمه رجال الاعمال وجاري تعديل الاوضاع للشركه المساهمه المصريه. تمام، اشكر سيادتك سياده المستشار، نورتنا وان شاء الله نلتقي بك الحلقه القادمه ان شاء الله. كابتن حسين، نرجع بقى لحضرتك، هل يتوفر داخل الشركه اعداد كافيه لتامين الحفلات الكبيره او الشخصيات المهمه في اي وقت وفي اي ظرف؟ طبعا موجودين على مدار 24 ساعه. تمام. اي اعداد. تمام. وبالنسبه للايفنتات والحفلات الكبيره بيتم اختيارنا قبليها. تمام. طبعا سياده المستشار بيبقى برضه معايا في اختيار الافراد. تمام. بيتم مراجعه سي في الافراد كلهم، واهم حاجه بيكون عندهم ضبط نفس، لان ممكن يحتك باي حد في الايفنتات او كده من الجمهور. فلو حصل اي احتكاك احنا بنمنع اي مشكله يعني. طب في حصل احتكاك في بعض الحفلات بنشوفها على السوشيال ميديا. أيوة. بيبقى في احتكاك ما بين البودي جارد او رجال الامن مع اللي بيحضروا الحفلات بالزبط. او احنا بيتم حل الشركه ازاي؟ احنا بننزل الافراد بتاعتنا مدربين وفاهمين ازاي يتم التعامل دون العنف، يعني بعيد عن العنف، ضبط النفس لاقصى درجه. في حاله ان الموضوع هيتطور تمام بيتم اختيار المشرف على سلكي. تمام. بيجي المشرف الحراسه طبعا لو ايفنت كبير بيختارني على الجهاز، بيبلغني على الجهاز، انا بروح بفصل. تمام. وبنلم الموضوع، الموضوع ما تلمش وبرضه هيتطور، بيتم استدعاء الشرطه. طبعا بيتم استدعاء الشرطه، يعني لو في اي حد ابتز اي فرد امني باي وسيله من العنف بيتم بلغ الشرطه. بيتم ما بيتمش التعامل معاهم بالعنف. لا خالص. وجود الحراسات الخاصه على مكان او مع شخص لمنع حدوث مشكله، مش لخلق مشكله. تمام. بس في ناس بتحب تستفز الحراسات يعني. فعشان كده ممكن يحصل احتكاك. طبعا بيتم التواصل بقى مع افراد الشرطه. طبعا. تمام. في حاله ان الموضوع تطور، بس ده يعني ليفل عالي شويه. لكن الموضوع ما تطورش خلاص بيتم الفصل وتغيير مكان الخدمه وخلاص. طيب هو لما بيجي لك استدعاء في تامين حفله ازاي، ايه الخطه اللي اول حاجه بتفكر فيها، ايه الخطه في تامين الحفله دي؟ الحفله اولا بنشوف في عدد من الجماهير، بيبقى في عدد من الجماهير وطبعا بيبقى في خطوره عليكم طبعا. اولا لازم نشوف مداخل ومخارج المكان. تمام. بنشوف الستار اللي داخل منين وهيدخل ازاي. تمام. وبناء على الاعداد بتاعت الجمهور بيتم تحديد اعداد التامين. تمام. طبعا بيبقى المعظم عند الستيج، والمعظم الثاني الجزء الثاني بيكون منتشر طبعا بالتوزيع لحد البوابات. ومواجهه التيكت وهو داخل وكل الكلام ده. تمام. سياده اللواء، مع افراد الامن بقى اللي هم شغالين داخل الشركه، هل بيتم مراعاه ظروفهم الصحيه والاجتماعيه داخل الشركه؟ طبعا، يعني هو يمكن انا قلتها قبل كده بس ما وضحتهاش. بيبقى في متابعه لكل فرد من افراد الامن اللي عاملين في شركه جولدن. تمام. والمتابعه دي بتكون على اعلى مستوى، يعني مش يعني من فرد او اتنين، لا ده من اكتر من كده.
المتابعات يعني لو في حد عنده أي ظروف صحية الشركة على طول بتبادر طبعا بأن هي تعالجه تدي له علاج أو حاجة زي من هذا القبيل يعني. ده بالنسبة للظروف الصحية. أما الظروف الاجتماعية هو طبعا من وقت للتاني في شكاوى بتيجي من الأفراد بيبقى عنده مشكلة اجتماعية معينة. لو المشكلة الاجتماعية ديت في الإطار اللي ممكن يعني إحنا كشركة نقدر بنساعد فيها بنساعده. لو كانت مشكلة مادية دي بنسارع فيها حتى من غير تفكير، يعني ممكن يكون محتاج سلفة معينة، محتاج أي حاجة، عنده ظروف أسرية تخصه سواء بقى مرض زوجته ابنه بتاع زي بالظبط كده بالظبط. لا غير حتى التأمين الاجتماعي، أنا بكلمك على الجانب الإنساني اللي بيتم في الشركة بعيدا عن التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الحاجات دي كلها. تمام. ده بالإضافة طبعا للكلام ده. فلا احنا على طول بنراعي فرد الأمن، لأن خد بالك عايز أقولك على حاجة، فرد الأمن النهاردة اللي بيرفع معنوياته مش انت بتديله كام، لا انت مراعي وبتسأل عنه ومقدر مجهوده ولا لا. اذا كانت انت النهاردة فعلا بتقدره وبتراعيه وهو حاسس ان انت بتسعى لحل مشاكله حتى مشاكله الأسرية كمان او اي نوع من انواع المشاكل دي، بترفع من معنوياته وبيديك هو اكتر. ده بينعكس على ايه بقى؟ على سمعة الشركة اولا، على سمعة المكان اللي هو شغال فيه. تمام. لان اي مكان هو بيبقى شغال فيه بيبقى يعني اغلبية الاماكن او المنشآت بيبقى فيها امن داخلي خاص بيها هي. تمام. بيحصل تماس ما بين الاثنين، فهو اي حاجة ايجابية اكيد بتسمع، برضو لو في حاجة سلبية برضو بتسمع. فدي كلها بتصب برضو لمصلحة الشركة ومصلحة الفرد في الشكل العام كله، في النهاية بتدي يعني ليها مردود كويس. تمام. لكن احنا طبعا الرعاية الصحية ورعاية اجتماعية ده بنوفره على قدر المستطاع بحيث يعني بنول الرضا في الاخر الحمد لله. اللي هو لو حد من افراد الامن تجاوز في اي حفلة او في خلال عمله مع اي حد من الناس او عموما الناس بيأمنهم، تمام، بيتم ازاي التعامل معاه من قبل الشركة او ايه العقوبات اللي ممكن بيتم لا ما هي بالنسبة للعقوبات هو كده كده اساسا الشركه ليها منظومه معينه في موضوع العقوبات وعامله لائحه الجزاءات. لائحه الجزاءات ديت فيها اكتر من 15 بند للمخالفات اللي متعرف عليها يعني. كده كده اي حد بيجي يتعين في الشركه من ضمن مصوغات التعيين زي ما بنقول ان هو بيعلن بلائحه الجزاءات دي بدايه كده. انت جيت اشتغلت في جولد لاين، طيب اوكي استفدت اوراقك تمام، طب احنا عندنا الجزاءات بتاعتنا 1 2 3 لازم يحفظها صم عشان ما يخرجش عن الاطار او يخرج عن النص. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو فرد الامن يعني صدقني هو عمره ما هيعمل مشكله مع حد، هي المشكله ممكن تجيله من بره لكن هو يصدر مشكله لا. ومع ذلك هو لو جات له مشكله من بره من اي حد ايا كان هو برضو بيتصرف بحكمه زي ما قال الكابتن حسين كده، ضبط النفس ده مهم قوي لان دي من يعني من اولى عمله كامن يعني ضبط النفس، لان هو معرض برضو لاي حد في ظروف معينه يستفزه يضايقه. حد انت عارف بتقابل انت برضو لان هو في النهايه بيحتك مع ناس مع جمهور، فالناس كلها مش زي بعضها. فهو في الحاله ديت يعني لو ما عرفش ان هو يتصرف معاه او يسيطر عليه دايما احنا بننزل الخدمات الامنيه بيبقى معاها مشرف، ده بيبقى قائد الخدمه ده اللي هو برضو مسؤول قدامي انا كشركه. اي تجاوزات بتحصل بقى سواء من فرد الامن او من غير فرد الامن ان هو ما عرفش يحلها بيتصل باداره الشركه بيتوجد عنده في التو اللحظه اللي بيحل له المشاكل دي كلها. تمام. وبتعدي بسلام ان شاء الله وما صادفناش يعني حاجه زي كده. تمام. معانا مكالمه هاتفيه للاستاذ احمد السيد من القاهره. اهلا بحضرتك يا فندم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم، مع حضرتك اتفضل. مين؟ الاستاذ احمد السيد. ان شاء الله. حضرتك تعاملت مع الشركه؟ ان شاء الله احنا متعاقدين مع الشركه و التايتل الامن عامه. طب التايتل بتاع حضرتك ايه يا فندم؟ نسمع حضرتك معلش.
التايتل بتاع حضرتك. الو الو ايوه مستمع يا فندم. التايتل بتاع وظيفة حضرتك ايه او انت صاحب شركة انا ايه؟ انا ايوه فندم مدير فندق مشهور. تمام. حضرتك اتعاملت مع الشركة؟ اتعاملت مع الشركة، متعاقدين معاهم بقالنا بالظبط حوالي 9 شهور. تمام. والشركة فيها قبول كويس جدا، بيستجيبوا للطلبات بتاعتنا. كنا طالبين منهم حاجات في الادوات التامينيه والحمد لله بيجيبوا كل حاجه، مفيش اي مشاكل. الشركه ممتازه جدا، انا ارجح لاي مكان انه يتعاقد مع الشركه لسبب واحد، لان الشركه مطيعه جدا في الاستجابه بتاعتها، مش اي زي اي شركه تانية. في شركات تانية مثلا كنا بنطلب منها الحاجه ما كانش حد بيجيب حاجه خالص نهائي، كنا بنقدر نتجول معاهم ونتكلم الاداره ومفيش اي حاجه. لكن الشركه دي لما تعاقدنا معاها بسبب ان هي عندها مواقع كبيره جدا، تمام، فحبينا ان احنا نتمارس معاها. ففي الحاله دي ان احنا اتكلمنا معاها وتعاقدنا فعلا بالفعل، والافراد كويسين جدا، نزلوا معانا حوالي 20 جارد او 30 جارد. كان المدير الحراسات كابتن حسين المليجي. والحمد لله بفضل الله اي حاجه بنعوزها كابتن حسين او اللي هو احمد كمال وسياده المستشار طبعا ليه الفضل في الحاجات دي كلها. والحمد لله المكان عندنا في تامين شامل بدون اي خسائر، لان حضرتك ما حصلش اي مشكله من قبل افراد الامن او اي تقاعس في العمل. كان في مشكله بسيطه بس الحمد لله اول ما اتصلنا بالعمليات بتاعه الشركه تمام، تم التواصل والسرعه في القدوم جدا، وقمت بحل المشكله فعلا فوريه، والموضوع اتكبر شويه للاسم. وسياده المستشار محمد فتحي طبعا للشكر والتقدير خلص الموضوع كله الحمد لله. تمام سياده، شكرا شكرا جزيلا استاذ احمد السيد، شكرا جزيلا. سياده اللواء، كلمه اخيره تقولها للمشاهدين ازاي يختاروا شركات الامن المفروض يتعاملوا معاها؟ يعني هو لو في حد عنده حاجة إنشائية أو مكان هو عايز يأمنه برضو يعني إيه، يستعلم الأول قبل ما يتعامل مع أي شركة. ما بتكلمش على عندي أنا كشركة يعني، لا بأي شركة في العموم، بتكلم في الشركة في العموم. يستعلم، وعشان يستعلم استعلام جيد يسأل الأفراد العاملين في الشركة، واخد لي بالك، او يعرف ايه السي في بتاع الشركه ديت. يعني طبعا 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 وفي نفس الوقت هيعرف بقى اذا كان النظام والتعامل مريح بالنسبه له، مناسب ملائم، حاجات كتير قوي يعرفها. تمام. وبالتالي هيبقى التعاقد بالنسبه له سهل، وهيبقى يعني هيحقق اللي هو عايزه في الاخر. تمام. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك. انا اللي بشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا كابتن حسين، نورتوني والله النهارده. الله يخليك. عايز مش للاسف انتهت وقت فقرتنا الاولى، ان شاء الله تابعونا في الفقره الثانيه مع زميلتي ريا العبيدي.